Knouz FM. Knouz FM. Nassi ket denia. On a fait. Knouz People. أي صباح الخير يا أحلى مستمعين، تتفكروها مرهين حسين؟ باهي اللي ما تفكرهاش هو باش نفكروا. مرهين حسين هيدي شاركت في برنامج الهوايات ستار أكاديمي وقعدت بريسك للآخر، أما كي تجيو للحق ما فهمتش علاش قعدت. المهم وفيش البرنامج قعدت بينها وبين روحها وقالت زايد صوتي ما فيش فايدة، ومشيت للتمثيل ولقات روحها غادي. هيا الحمد لله. آخر مرة سألوها سؤال خطير، قالوا لها أنت مع الإغراء ولا لا؟ جاتهم من الآخر وقالت أنا مع الإغراء، أما مش الإغراء الصريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله فهمنا، إيش معناتها وخيتي الإغراء الصريح؟ ولي أنت بقى. يعني أنت مع الإغراء في السر من تحت حس مصر، قول أنت يقال سكريزك. أي توا نمشيو لبريتني سبيرس اللي فدت من لوكها وما نقصت شعرها، قعدت حايرة. يا ربي أشنو الكولار اللي نعملو في شعري؟ حايرة. قالت تصفر ولا أخضر ولا موف ولا نوار ولا يا ربي شنو نعمل. الحاسيل هو في الأخر أخذت قرار أخير وقالت خليني نعمل للوين الكل فوق راسي، وبعد ما عملت هالصبيغة اطلع شعرها اتقل عليه قوس قزح متنقل. يا ودي انت يا جنابي تعالني في ملعبي، يا ودي انت يا جنابي تعالني في ملعبي. اسمعوني بصراحة ما عادش فيه مساسي من راسي، فديت وقلقت، دي كل مرة فنانة تستضعني العرسة ما عادش عارفة شنو نلبس. هوا اخر مرة عمل بوشوشة عرست، وهيا توا منا شلبي باش تعرس، وقريب قريب زاد. وخيتي بربي فهموني يا اخي، سيف السنة اخر اجل العرس، ما نجموش نعرس من بعد؟ ما تنجموش تاجلوا عرايسكم؟ ابدا. إكنوز بيبل اليوم وفيت، وهونك العادة غدوة نرجع لكم بتنسنسة جديدة. كنوز بيبل. كنوز FM. كنوز FM. نسيك الدنيا وما فيها.